باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اتامل معكم في هذه الليله عباره او بضع عبارات وردت في التحليل الاخير لكل الصلاه من صلوات الاكبيه، قطعه ارحمنا الله ثم ارحمنا، وبالذات العبارة اللي بتقول سهل حياتنا وارشدنا الى العمل بوصاياك. كويس خالص ان احنا نطلب من ربنا ان يسهل حياتنا، لان حياتنا جايز تصادفها كثير من العقبات، عقبات من الشيطان وعقبات من داخل النفس ورغباتها من الداخل، وعقبات من الناس الأشرار، وعقبات بنذكرها في صلاة الشكر ونقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر الشعب. تنزع عننا الحاجات دي لكي تسهل حياتنا، وحياتنا يا رب دي في ايديك وملكك، فنطلب اليك انك انت تسهل حياتنا. تسهل حياتنا لان الكتاب بيقول ان ارضت الرب طرق انسان جعل اعداءه يسالمونه، ففي ايدك انك انت تسهل هذه الحياة. لا تكن حياة معقدة ولا حياة قلقة، ولا تكون السكة مسدودة الدم او مغلقة، ولا توجد امامها عراقيل تمنع الحياة بانها تمشي في طريقة مستقيمة. سهل حياتنا، سهل حياتنا، لانك انت يا رب اقوى من ضعفاتنا ان كانت مشاكل حياتنا بسبب الضعفات، وانت يا رب اقوى من كل العراقيل ان كان في طريقنا عراقيل. وعندنا في الكتاب المقدس أمثلة كبيرة ازاي ربنا سهل حياة بعض الناس. يعني مثلا لعازر الدمشق، أبونا إبراهيم أبو الآباء أرسلوا لكي يختار زوجة لابنه إسحاق من بين أفراد أقربائه وليس من العالم الوثني المتعب. فإذا بالعازر الدمشقي يطلب أن ربنا يسهل طريقه ويوصل به الأمر إلى أنه وصل إلى المكان بتاع أقارب أبينا إبراهيم، وقال يا رب الإنسانة اللي تيجي عند البئر وتسقي جمالي وتديني أنا أشرب يبقى هي المختارة من عندك. وإذا به يجد إن رفقة من أقارب أبينا إبراهيم تيجي وتقول له محتاج لإيه وتسقي الجمال بتاعته وتملى الجرة بتاعتها وتميلها ليه لكي يشرب، فشعر بأن ربنا سهل طريقه
ولذلك وقال لها انت مين؟ قالت له انا فلانة بنت فلان من عيلة ابينا ابراهيم. وراح هناك البيت وفرحوا بيه، وبعدين ارادوا انهم يعزموه، قال لهم لا تعوقوني والرب قد يسر طريقي، ربنا سهل لي الحكاية ما تعطلونيش بعد كده. نفس الوضع تقريبا بالنسبة لأبينا يعقوب لما كان أخوه عيسو عايز يقتله حسدا وغيرة، وأمه قالت له اهرب إلى عند خالك لبان، فمشي برضه ووصل إلى البئر اللي موجود في الطريق والناس بيشربوا منه، وقالوا له دحرج لنا الحجر من على فم البئر، فدحرجوا. والبنت اللي كانت موجودة بترعى الغنم قال لها انت مين؟ قالت له انا رحيل بنت لابان. لابان ده اخو امه، يعني بنت خاله. ففرح جدا وشعر ان ربنا يسر طريقه. في اوقات كتيرة ربنا بيسهل الحياة. ابونا يعقوب ايضا كان خايف من اخوه عيسو، وبعد 20 سنة كان خايف وقعد يصلي ويقول له يا رب نجني من اخوه عيسو، عايز يضربني الام مع البنين ويخلص عليا، واذا به يجد ان اخوه يقبله ويعانقه ويقبله. يا ما ربنا بيسهل طريق الناس من حيث لا يعلمون. الشعب في البحر الاحمر مفيش شك، ده مثل عجيب جدا، كانوا خايفين يغرقوا والبحر قصادهم وفرعون وجنده من ورا. بعدين موسى قال لهم الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، وضرب البحر بعصاه، والرب سهل لهم طريقا في وسط البحر. حاجه عجيبه لما ربنا يحب يسهل طريق حد، بيسهلها بعجوبه بمعجزه باي طريقه. زي الكلمه اللي تكررت في سفر الرؤيا، هو ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا. الرب يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. لذلك لما انت تصلي وتقول سهل حياتنا، يعني يا رب سهل السكه قصادنا، ما تخليش الامور تتعقد في حياتنا. داود النبي برضو ربنا سهل حياته اكثر من مره. سهل حياته لما اسد ودب هجموا على الغنم، وهو اراد ان ينجي الشاه من فم الاسد، كان ممكن الاسد يفترسه، لكن ربنا نجاه وانتصر على الاسد والدب. ونفس الوضع برضو لما جابه جولياط، كان ممكن جولياط يفترسه، ده زي العصفوره في ايد جولياط، واختار 5 حصوات من اول واحده ارتكزت في راس جولياط عملت له ارتجاج في المخ، وقع على الارض، فلحقوا داوود وانتصر عليه. حاجه عجب لما ربنا يسهل طريق انسان، لا تقف امامه اي ضيقه مهما كانت. برضو داوود ياما طارده شاول الملك، وعباره سهل حياتنا قصاد، بس لقى شاول وقع في ايده في مغاره وكان يقدر يقتله، لكن قال حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو، وقطع حته من جبته ووريها له. لما صحي قال له شايف؟
لو انا عايز اعمل معك شر كنت قتلتك. ليه بتسمع كلام الناس اللي بيهيجوك ضدي؟ ومرة تانية برضو نفس الوقت كان نايم واخد رمح وكوز اللي بيشرب منه ونادى من بعيد لرئيس الجيش وقال لهم ازاي ما حفظتوش على سيدكم الملك؟ ادي الرمح بتاعه وادي الكوب. والرب سهل حياته، مشاكل كتيرة كانت امامه لكن ربنا كان بيسهل حياته، وسهل حياته ايضا مع ابشالوم. واذا ربنا يبطل مشورة اخي توفل اللي لو اتبعها ابشالوم كان ضيع داود، واذا كان بيقول ابطل يا رب مشورة اخي توفل. لما ربنا يحب يسهل حياة انسان يسهلها مهما كانت المؤامرات ضده، مهما كانت المتاعب والمشقات. بس عيبنا ان احنا ما بنصليش الصلاة دي ونقصدها. تمر علينا كده سهل حياتنا وراح بتقولها من قلبك من عواطفك من كل مشاعرك، بتقولها بفهم بتقولها بالإيمان. سهل حياتنا يا ريت، عبارة جميلة صحيح. ربنا أيضا سهل حياة يوسف الصديق في لقائه مع فرعون مصر، وقدر يفسر له الأحلام مظبوط لدرجة فرعون قال هذا الرجل فيه روح الله، ازاي بيتكلم كلمة؟ وولاه على مصر وكل أعمالها وقال له ما فيش حد يرفع رجله ويحطها إلا بأمر منك. ايه الوضع ده؟ نفس الوضع بالنسبة لدانيال النبي في جب الأسود. كان ممكن الأسود تلتهمه قبل ما يوصل، لكن ربنا سهل حياته وأرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ممكن إن احنا نتعرض لأسود في حياتنا تستطيع إنها تفترسنا، لكن نقول برضو إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ليه؟ لأن الرب يريد أن يسهل حياتنا. نفس الوضع بالنسبة للثلاث فتية في أتون النار، نفس الوضع بالنسبة ليونان في بطن الحوت. ربنا سهل حياته، كان ممكن يبتلع ويضيع. لذلك داود النبي من خبراته الروحية مع الرب اللي بيسهل حياته قال له في المزمور 23 إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي، أنت معي تسهل حياتي حتى إن سرت في وادي ظل الموت. إسحاق أب الآباء ربنا سهل له طريق الحياة حتى بعد ما ربط على المذبح فوق الحطب والسكين ارتفعت. سهل حياته، وفعلا ربنا أنقذه في اللحظات الأخيرة. إنسان زي شاول الطرسوسي كان ماشي في طريق غلط بغيرة مقدسة خاطئة، عشان كده قال رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان. ربنا سهل حياته
بأن حول هذه الحياة وهذه الغيرة إلى الطريق السليم، واختاره ليكون رسولا للأمم، وسهل حياته مرة أخرى وهو مسجون وفي السجن الداخلي المظلم اللي يدخله شمس ولا ضوء، وأنقذه من السجن. وكذلك سهل حياة بطرس وأنقذه من السجن. كل ده لأن ربنا يريد أن يسهل حياتنا إن طلبناه وقصدناه وتضرعنا إليه بقوة. مشكلتنا أننا نعتمد على ذكائنا وعلى خبرتنا ولا نطلب من الله أن يسهل الحياة. نفكر إزاي نسهلها. طب أطلب من ربنا أن يرشد أفكارك وهو يسير أفكارك في الطريق السليم، وتقول له سهل حياتنا، خلي حياتنا تبقى سهلة أمامك. الأمم الجنتايلز اللي كانوا بلا عهود وبلا شريعة وبلا مواعيد وبلا آباء، كيف أمكن أن الرب يسهل حياتهم ويجعلهم من مختارين ويجعلهم من أهل بيت الله؟ سهل حياتهم. واحد زي كورنيليوس كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيقدم تقدمات، لكن ما كانش عارف ربنا بالحقيقة. ربنا سهل حياته وأرسل له بطرس الرسول. وهكذا أيضا يمكن أن نقول نفس الوضع عن السامريين اللي كان وقوع ظل واحد فيهم على يهودي ينجسه. الله سهل حياتهم ونجاهم حتى من تلاميذ المسيح الغيورين غير خاطئ. مرة رفضوا المسيح أن يخش القرية من قراهم، فيوحنا ويعقوب قالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة زي ما فعل إيليا؟ قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. ده أنا جاي أسهل حياتهم، ده أنا جاي أنقذهم من الظلم إلى النور، ده أنا جاي أجعل حياتهم مقبولة أمامي. ولذلك قبل ما يصعد للسماء قال لهم: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. للأمم وللسامريين. ربنا لما يسهل حياة أي إنسان يسهلها من كل. اطلب من ربنا أن يسهل حياتك في كل صغيرة وكبيرة. اطلب منه أن يسهل حياتك في أي لقاء، يسهل حياتك في أي مشروع، يسهل حياتك في أي رحلة، في أي سفر، يسهل حياتك في كل صغيرة وكبيرة. أعظم حمد سهل حياتك في طريق روحك إلى مقرها الأبدي. روحك وهي رايحة لمقرها الأبدي تقول لي: يا رب سهل حياتنا، ارشدني في طريق مستقيم من أجل أعدائي.
لا تشمت بي أعدائي زهل حياتي. في كل مشكلة تمر بيك قل له يا رب امسك يدي وخدني، انت اللي ترشد حياتي. ما تعتمدش على ذكائك وحدك. سليمان الحكيم لما ربنا قال له قول اللي انت عايزه وانا اديهولك، قال له يا رب اعطيني حكمة عشان اقدر ادبر امور الشعب. سهل حياتي في الخدمة. يا ريت برضو حكاية سهل حياتي دي الواحد يدخلها في الخدمة. ممكن نقول سهل حياتنا كأفراد وككنيسة وكشعب. يعني وانت بتصليها ما تصليش من أجل نفسك فقط، تصلي من أجل نفسك، من أجل عيلتك، من أجل الكنيسة كلها، من أجل شعبك، من أجل وطنك. سهل حياتنا. لكن عبارة سهل حياتنا ليس معناها ان احنا ربنا يمشينا في الطريق الواسع، لا، ده قال هتمشي في الطريق الكرب وتدخل من الباب الضيق، لكن انا هسهل حياتك فيه. هسهل حياتك فيه. هو طريق ضيق لكن انا اكون معك، زي ما قال لأبينا يعقوب أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. المسيحية لما بدأت في الطريق الضيق الكرب في مؤامرات اليهود وفي اضطهادات الدولة الرومانية، لكن كانت تصلي باستمرار سهل حياتنا، ارشدنا الى العمل بوصاياك، واذا بها تنتصر على مؤامرات اليهود وتنتصر على سيف الدولة الرومانية واضطهادها وتملأ الكون كله. القديس أثناسيوس الرسولي في صراعه ضد الأريوسية والأريوسيين اللي كان لهم مؤامرات كثيرة جدا عند الإمبراطور نفسه، لدرجة نفي القديس أثناسيوس أكثر من مرة، لكن برضه كان بيصلي هذه الصلاة سهل حياته. فإذا به ينتصر أخيرا من كل ناحية وينتصر إيمانه أيضا. قالوا له العالم كله ضدك، ليكن العالم ضدي، لكن إذا ربنا سهل حياتي أبقى أنا ضد العالم ولا أخاف. ولذلك في كل الضيقات التي كانت تحيق بالمؤمنين وهم يصلون سهل حياتنا كان يقولوا هذا المزمور: لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم علينا. نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. ازاي نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين؟ لأن الرب سهل حياتنا فالفخ انكسر ونحن نجونا. الرهبنة وحروب الشياطين حروب مفزعة للحواس وللنفس من جهة، وحروب ضد الروح، ومع ذلك الرب كان معهم. قالوا سهل حياتنا، فسهل حياتهم وسط البراري المغفرة، وسهل حياتهم وسط الوحوش ودبيب الأرض،
وسهل حياتهم وسط محاربة للشياطين. سهل حياتهم. أيضا نقدر نقول سهل حياتنا بالنسبة للتوبة. الإنسان لما يجي يتوب أحيانا ما يجدش التوبة سهلة أمامه، يجد محاربات من الخارج من إغراءات الشياطين، ومحاربات من الداخل من جهة شهوات النفس، ويقول له ماذا أفعل؟ توبني يا رب فأتوب. سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، هذه سهل حياتنا. سهل حياتنا عندما نحتار ونجد ظلمة في العقل، أي الطرق نسلك فيها، نقول سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، اهدني يا رب إلى طريق مستقيم من أجل أعدائي الذين يحاربونني ويشمتونني. سهل حياتنا زي ما قال، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك. وإيه تاني؟ يقول قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا. لاحظوا في كل دية، وده أمر مهم في الحياة الروحية، إنسان يقف قصاد ربنا ويقول له أعدك يا رب إنني أحيا بجسد طاهر وأفكار نقية، ويصمت. لكن الأجبية تعلمنا غير كده، مش بنوعد ربنا ان احنا نحيا في حياة طاهرة وحياة مقدسة، لا، بنقول له قدس ارواحنا، انت يا رب اللي تقدس ارواحنا، وانت اللي تطهر اجسادنا، وانت اللي تقوم افكارنا وتنقي نياتنا، اهدينا في سبيل المستقيم. سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك. عيب الإنسان إنه بيعتمد على نفسه أكثر مما يجب، بيعتمد على قوته وعلى فكره وعلى قداسته وعلى قوة إرادته، ويعتمد على عزيمته وعلى انتصاره أولا وأخيرا، دون أن يقف أمام الله كضعيف ويقول له سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك. زي ما داود كان يصلي باستمرار يقول له علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. هو داود العظيم ده اللي كتب المزامير وغناها وصلى بيها، والحكيم في كل شيء، مش عارف طرق ربنا؟ لا، علمني يا رب طرقك، اهديني في طريق مستقيم، ليس من الناحية العقلية والنظرية فقط، إنما من الناحية العملية أيضا، من الناحية السلوكية، علمني إن أنا أسلك في الطريق المستقيم. ليه؟ لأن هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت كما يقول الكتاب، فأنت علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك، في كل دقيقة وريني أسلك إزاي، أمشي إزاي، أفكر إزاي، أتعامل إزاي، لأنك أنت تريد لي الحياة ولا تريد أن أهلك. نكتفي بكده، تفضل صلي.